بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 31. بسم الله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه عز وجل الحديث القدسي، إن الله سبحانه وتعالى يقول: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذا حديث عظيم بيّن الله سبحانه وتعالى فيه فضائل الصوم، سواء كان صوما واجبا كصوم رمضان أو كان صوم تطوع، فإنه يحوز على هذه الفضائل. كل عمل ابن آدم له، الأعمال لأصحابها سواء كانت خيرا أو شرا، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فالأعمال لعامليها، أعمال العباد لهم، أما الله جل وعلا فإنه غني عنها، لأنه سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أحد، هو الغني، له ما في السماوات وما في الأرض. وإنما هذه الأعمال التي يعملها العباد راجعة إليهم بالخير أو بالشر، ولهذا قال في هذا الحديث: كل عمل ابن آدم له، فليس لله حاجة فيه، وإنما العبد هو الذي محتاج إليه. وأيضا أعماله لا يأخذها الناس ولا يستفيد منها غير العامل، لا يستفيد منها غير العامل، ولا يتضرر بها غير العامل، ولا تزر وازرة وزر أخرى. فأنت لا ينفعك عمل فلان ولا عمل فلان، إنما ينفعك عملك أنت. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. فأعمالك لك خيرها وشرها. كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى أنه يجزي على الحسنة بعشر أمثالها، كما قال تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. السيئة لا تضاعف بل يجزى بمثلها، قد تغلظ السيئة لكنها لا تضاعف، لكن قد تغلظ إذا كانت في مكان فاضل كالحرمين، إذا أساء في الحرم فإن سيئته تغلظ، أو في زمان فاضل كشهر رمضان فإن الذي يعصي في شهر رمضان تغلظ عليه المعصية لشرف الزمان أو لشرف المكان، لكنها لا تضاعف، هي بمثلها، الحسنة بعشر أمثالها، أما السيئة فإنها تعادل بمثلها، لأن الله لا يظلم أحدا سبحانه وتعالى. وحتى لو هم بالسيئة ولم يعملها خوفا من الله تكتب له حسنة، إذا ترك السيئة بعد أن هم بها وتركها خوفا من الله فإن الله يكتبها حسنة. أما إذا هم بها وفعلها كتبت عليه سيئة واحدة. قال الله تعالى: إلا الصوم، استثنى سبحانه وتعالى الصوم. واختلف العلماء في معنى هذا الاستثناء، فمنهم من قال الاستثناء راجع إلى قوله: كل عمل ابن آدم له، إلا الصوم فإنه ليس له وإنما هو لله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي،
الصوم لله عز وجل. لماذا كان لله؟ لأنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل الله سبحانه وتعالى. فالصوم لله، وهذا شرف للصوم، هذا شرف للصوم أن الله اختصه لنفسه من بين سائر الأعمال. وقال بعض العلماء إن الاستثناء راجع إلى المضاعفة الحسنة بعشر أمثالها، إلا الصوم فإنه لا تعد مضاعفاته ولا يعلم ثوابه إلا الله سبحانه وتعالى. فيكون قوله إلا الصوم راجعا إلى المضاعفة الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف إلا الصوم، فإنه لا تنحصر مضاعفاته، لأن الصوم من الصبر، لأن الصائم يصبر عن مألوفاته وعن طعامه وعن شرابه وعن شهوته يصبر. فالصوم صبر، والله جل وعلا يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فلا يعلم مضاعفة وثواب الصيام إلا الله سبحانه وتعالى. والسبب أن الصائم قدم ما يحبه الله جل وعلا على ما تحبه نفسه، قدم ما يحبه الله وهو الصيام والإمساك عن الشهوات مع أن نفسه تريدها، قدم ما يحبه الله على ما تحبه نفسه، وهذا علامة الإيمان. حتى لو كان عطشان شديد العطش وعنده الماء البارد، أو جوعان جايع شديد الجوع وعنده الطعام، أو كان عنده زوجته وهو يريد الاستمتاع بها لقوة الشهوة، فإنه يترك ذلك كله، يترك الطعام وهو جايع، ويترك الشراب وهو عطشان، ويترك زوجته ونفسه تميل إليها طبيعة البشرية، يترك ذلك من أجل الله سبحانه وتعالى. هذا علامة صدق الإيمان. وحتى لو خلى عن الناس في مكان مظلم لا يراه أحد، فإنه لا يمكن أن يتناول الطعام والشراب والشهوة، خوفا من الله سبحانه وطاعة لله عز وجل. فهذا خاص بالصيام، الصيام سر بين العبد وبين ربه، ونية خالصة لوجه الله لا يدخله رياء، بخلاف بقية الأعمال فإنها قد يدخلها الرياء والعجب، أما الصيام فلا يدخله رياء ولا يدخله عجب، بل فيه ذل وانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. فلذلك خصه الله لنفسه فقال الصوم لي، يعني صام لله عز وجل. وقال بعضهم إن الصيام لم يدخله شرك، لا يدخله شرك، فعباد الأصنام وعباد الأشجار والأحجار والقبور لا يصومون للقبور ولا يصومون للأحجار والأشجار ولا يصومون للأصنام، ما ذكر هذا عنهم أنهم يصومون لأحد دون الله عز وجل. قد يذبحون لغير الله، قد ينذرون لغير الله، قد يستغيثون ويدعون غير الله، لكن الصيام لم يذكر أن أحدا من الأولين ولا من الآخرين أنه صام لغير الله عز وجل. لذلك قال الله الصوم لي، يعني لا يكون لأحد غير الله سبحانه وتعالى، حتى من المشركين فإنهم لا يصومون لمعبوداتهم. فلذلك قال الله جل وعلا الصوم لي وأنا أجزي به، الله هو الذي يتولى جزاء الصائم، وهذا ترغيب من الله سبحانه وتعالى، أنا أجزي به جزاء ليس له حصر وليس له حد. والسبب في هذا
الإجلال للصيام وهذا التعظيم للصيام. السبب أنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل الله سبحانه وتعالى، لم يتركه من أجل أحد أبداً. ثم قال سبحانه وتعالى للصائم فرحتان، هذا خبر من الله جل وعلا وهو أصدق القائلين، للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، يعني يفرح في الدنيا ويفرح في الآخرة، وذلك فرح بالطاعة، والفرح بالطاعة محمود خلاف الفرح في الدنيا فإنه مذموم. الإنسان يفرح بطاعة الله، هذا محمود، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الفرح في الطاعة والعبادة محمود، وأما الفرح بالدنيا فهو مذموم. وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، يعني لا تفرح بالدنيا والثروة، فإن الفرح بالدنيا يحمل على الأشر وعلى البطر وعلى الكبر، أما الفرح بالطاعة فإنه يحمل على التواضع والاستكانة لله عز وجل ورقة القلب والخضوع لله سبحانه وتعالى. فالصائم يفرح في الدنيا عند فطره، إذا أكمل الصيام صيام اليوم وحان وقت الإفطار فإنه يفرح فرحا طبيعيا. يفرح بماذا؟ يفرح بأن الله أباح له الطعام والشراب والزوجة، خصوصا إذا كان مشتاقا إلى ذلك فإنه يفرح بذلك بطبيعة نفسه. فإن النفس إذا منعت من شيء ثم رخص لها لتناوله تفرح بذلك. الصائم يفرح بإفطاره، وهذا شيء يجده المسلم عند الإفطار، يفرح إذا حان الإفطار وشرب وأكل، فإذا حمد الله أكل وحمد الله وشرب وحمد الله فإن ذلك من تمام الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. إن الله يحب من عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها، هذا فرحه عند فطره، وهو فرح طبيعي تميل إليه النفوس، وهو فرح محمود لأنه فرح بأمر الله عز وجل وإذن الله له بالأكل والشرب، فهو فرح محمود. أما الفرح الذي في الآخرة وهذا أعظم، إنه يفرح عند لقاء ربه. كل الناس من أول الخليقة إلى آخر الخليقة سيلقون ربهم سبحانه وتعالى، سيبعثون من قبورهم ويحشرون إلى ربهم ويلقون ربهم ويحاسبهم على أعمالهم ويجازيهم عليها. كل الناس كذلك، لا يفلت أحد من هذا اللقاء أبداً، ولا يتأخر أحد، ولا يتغيب أحد أبداً، كل الناس سيلقون ربهم وسيحشرون إليه سبحانه وتعالى في صعيد واحد. لكن أهل الإيمان يلقون ربهم لقاء فرح وسرور وإكرام، وأما أهل الكفر والنفاق فيلقون ربهم لقاء عذاب وإهانة وتوبيخ وتقريع والعياذ بالله. الصائم يفرح إذا لقي ربه بصيامه، لأن الله أعد له جزاء عظيما على صيامه، وقد جاء في الحديث الصحيح أن بابا من أبواب الجنة
يقال له الريان، يدخل منه الصائمون لا يدخل منه غيرهم، فإذا دخلوا أغلق. خصص الله لهم بابا من أبواب الجنة لا يدخل منه غيرهم، ويقال لهم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فالصائم يفرح إذا لقي ربه ووجد عنده هذا الثواب الجزيل وهذا العطاء العظيم وهذا الفضل الكبير، يفرح بذلك فرحا شديدا، لأنه محتاج إليه، ولأنه إكرام من الله سبحانه وفضل من الله، فيفرح بفضل الله ويفرح برحمة الله سبحانه وتعالى. هذا خاص للصائمين، خصوصا إذا رأى أن عمله الصيام يجازى عليه بثواب عظيم لا ينحصر بأضعاف، لا بعشر الأمثال ولا بسبعمائة ضعف ولا أكثر من ذلك، بل يضاعف مضاعفة لا حصر لها عند الله سبحانه وتعالى. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وهو من الصابرين لأنه صبر في الدنيا على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. اجتمعت في الصيام أنواع الصبر الثلاثة، ففيه صبر على طاعة الله، الصائم يصبر على الصيام لأنه طاعة لله عز وجل، وفيه صبر عن محارم الله، فالصائم يترك شهواته ويترك ما حرم الله طاعة لله عز وجل، وفيه صبر على أقدار الله، حيث إن الصائم يمسه الجوع ويمسه العطش، ولكنه يصبر لأن الله قدر له ذلك، فيصبر على ذلك، على أقدار الله المؤلمة بالجوع والعطش. فهذا يدل على فضل الصيام على غيره من سائر الأعمال الصالحة. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الخلوف بفتح الخاء، الخلوف هو الرائحة التي تخرج من فم الصائم، لأن الصائم إذا خلى بطنه وخلت معدته من الطعام والشراب يتصاعد منها أبخرة منتنة يكرهها الناس، لكن الله يحبها. الناس يكرهونها وهي منتنة عندهم، لكنها عند الله أطيب من ريح المسك. المسك هو أفخر الأطياب في هذه الدنيا، رائحة فم الصائم أطيب عند الله من المسك. لماذا؟ لأنها أثر عن طاعة الله، أثر ناشئ عن طاعة الله، فصارت عند الله محبوبة وإن كانت عند الناس مكروهة. كما أن الشهيد المقتول في سبيل الله يأتي يوم القيامة يثعب دما عليه الدماء، مثل ما كان في المعركة، يأتي بصورته يوم يقتل تثعب دماؤه وتسيل دماؤه، يأتي يوم القيامة كذلك، لأن الله يحب هذا الأثر العظيم وهو سيلان الدم طاعة لله سبحانه وتعالى. يأتي يوم القيامة يثعب دما لونه لون الدم ورائحته رائحة المسك. وكذلك الغبار في سبيل الله، معروف أن المعركة إذا قامت واحتدم القتال يثور غبار من الأرض يغطي رؤوس المتقاتلين، ويدخل هذا الغبار يدخل في العيون ويدخل في الفم ويدخل في
في المنخرين، هذا الغبار عند الله يكون محبوبا عند الله. وقد جاء أن غبار المجاهدين ذريرة أهل الجنة، يعني طيب أهل الجنة. الغبار في الدنيا الناس ينفرون منه وهو مؤذي، الغبار مؤذي، لكن غبار المجاهدين لما كان أثر طاعة لله عز وجل صار محمودا عند الله عز وجل. الحاصل من هذا أن الآثار التي تنشأ عن الطاعات وإن كانت مكروهة عند الناس فهي محبوبة عند الله سبحانه. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذه فضائل ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. الفضيلة الأولى أن الصيام يختلف عن الأعمال في كون الأعمال لأصحابها، أما الصيام فإنه لله عز وجل. الفضيلة الثانية أن الصيام، أن الأعمال تضاعف عند الله، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، إلا الصيام فإنه لا تنحصر مضاعفته عند الله سبحانه وتعالى. الفضيلة الثالثة أن الصائم يفرح في الدنيا ويفرح في الآخرة، له فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه سبحانه وتعالى، وهذا لا يكون إلا في الصيام من بين سائر الأعمال. فضيلة الرابعة أن خلوف فم الصائم وهو الرائحة التي تخرج من فمه من أثر الصيام تكون محبوبة عند الله وإن كانت مكروهة عند الناس، وهذا لأن هذه الرائحة نشأت عن طاعة الله سبحانه وتعالى. الفضيلة الخامسة أن الصيام له باب خاص يوم القيامة من أبواب الجنة لا يدخل منه إلا أهل الصيام، فهذا فيه فضل الصيام سواء كان صيام فريضة أو صيام نافلة، فكلما أكثر الإنسان من الصيام فإنه يزيد أجره وثوابه عند الله عز وجل، ويحصل على هذه الفضائل العظيمة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل. وفي الحديث فائدة عظيمة من ناحية العقيدة، وهي أن الله جل وعلا يتكلم، الله جل وعلا يتكلم بكلام يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وهو من صفات الأفعال التي يفعلها الله إذا شاء سبحانه، يتكلم حقيقة، لأن الله يقول في هذا الحديث الصوم لي وأنا أجزي به. هذا الحديث من كلام الله، كله من كلام الله، والرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ عن الله وراو عن الله هذا الحديث، وهذا ما يسمى بالحديث القدسي. حديث القدسي هو الذي يكون من كلام الله، والحديث النبوي هو الذي يكون من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله، الحديث النبوي لفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله، وحي من الله كما قال سبحانه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، وأن يجعل صيامنا عنده سبحانه وتعالى، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد
وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. أما أول هذه الأسئلة، يقول السائل: فضيلة الشيخ، حفظك الله وأطال من عمرك في طاعته ومتعنا الله بصحتكم، والله الذي رفع السماء بلا عمد أني أحبك في الله وجمعني وإياك وجميع العلماء العاملين المسلمين. ثم ذكر بعض الأسئلة. السؤال الأول: هل طواف التطوع فيه رمل للأشواط الثلاثة أم لا؟ لا، ليس فيه رمل. الرمل هذا خاص بطواف القدوم الحج وبطواف العمرة. الرمل وهو الإسراع في المشي في الأشواط الثلاثة الأولى، هذا خاص بطواف القدوم بالنسبة للحاج وبطواف العمرة بالنسبة للمعتمر. أما طواف الإفاضة وطواف الوداع وطواف التطوع فليس فيها رمل، وإنما يمشي فيها على عادته. نعم. وهل يشترط فيه صلاة ركعتين بعد الطواف؟ صلاة الركعتين بعد الطواف سنة من سنن الطواف، فإن أتى بها فيها زيادة فضل واقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، وإن تركها فطوافه صحيح لأنها ليست واجبة. نعم. وهل الاطباع خاص بالأشواط الثلاثة أم في كل الأشواط؟ الاطباع هذا في جميع أشواط الطواف، طواف القدوم أو طواف العمرة، يستحب له أن يرمل الأشواط الثلاثة الأولى كما سبق، ويستحب له أن يضطبع، بمعنى أن يخرج كتفه الأيمن ويغطي كتفه الأيسر من بداية الطواف إلى نهايته وهو مضطبع. نعم. هل لبس الساعة داخل في المخيط الذي خيط؟ هل لبس الصحيح أنه لا بأس بلبس الساعة، لأن الإنسان يحتاج إليها لمعرفة الوقت، مثل ما أجيز له لبس الحزام على وسطه من أجل الحاجة، فكذلك له أن يلبس الساعة لأنه محتاج إليها، وكذلك لبس النظارات على العينين لا بأس به لأنه محتاج إلى النظارات. نعم. يقول: هل يرفع المصلي على الميت يده عند التكبيرات أم يكتفي الرفع عند التكبيرة الأولى فقط؟ يرفع يديه لجميع التكبيرات في صلاة الجنازة، يرفع يديه مع كل تكبيرة من التكبيرات الأربع في صلاة الجنازة. نعم. يقول: أرشدون لأخذ كتب العقيدة، وبأيهما يبدأ؟ ما هو بالمهم اختيار الكتب، الكتب ميسرة ولله الحمد كثيرة، إنما المهم اختيار المدرس الفاهم الذي يفهم العقيدة صحيحا، يفهم العقيدة الصحيحة ويدرسها، هذا هو المهم، إنك تختار المدرس الذي يفهم الفن الذي تريده ويحسن إلقاءه وتوضيحه. فإذا وجدت المدرس فالكتب ولله الحمد ميسرة، هذا المدرس هو الذي يختار لك الكتب التي سيدرسك ويشرحها لك. ولكن عليك على صفة العموم، عليك بكتب أهل السنة والجماعة، اختر كتب أهل السنة والجماعة التي هي عقيدة السلف الصالح، مثل كتب الأئمة المتقدمين ككتاب السنة للآجري، وكتاب السنة لابن أبي عاصم، وكتاب شرح أصول أهل الإيمان أو شرح أصول الإيمان أو شرح أصول السنة للالكائي، كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، كتاب السنة للخلال. هذه كتب قديمة وكتب مأمونة جيدة،
وكذلك كتب من جاء بعدهم ممن سار على نهجهم مثل العقيدة الطحاوية وشرحها لابن أبي العز، ومثل رسالة ابن أبي زيد القيرواني وشرحها، ومثل كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب تلميذه الإمام ابن القيم والحافظ ابن رجب، وكتب الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ورحم الله الجميع. هذه كتب تسير على منهج السلف، وفيها بيان العقيدة الصحيحة والتحذير مما يخالفها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ابنتي جاءت لعمل عمرة ولكن حاضت منذ 8 أيام، فهي تبكي لأنها لم ينقطع لها لم يبقى لها إلا يومان ولم ينقطع الحيض حتى هذه الساعة، فهل يجوز لها أداء عمرة؟ أفيدونا أفادكم الله. لا، ما تؤدي العمرة وهي عليها الحيض. النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت عائشة رضي الله عنها قال لها: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، فتنتظر حتى ينقطع عنها الدم، دم العادة، عادة الحيض، وأكثرها 15 يوم، هذا أكثر دم الحيض. فإذا انقطع الدم الحمد لله تغتسل وتؤدي العمرة، وإذا لم ينقطع وتمت 15 يوم وهو ما انقطع هذا ما هو بحيض، هذا أصبح نزيف. عليها أنها تستنجي بالماء، تطهر المحل، ثم تضع شيئا على المخرج يمنع تسرب الدم، ثم تتوضأ وتطوف وتسعى وتقصر من رأسها. نعم. فهي تنتظر إلى 15 يوم، فإن لم ينقطع الدم فإنها تستنجي وتجعل شيئا يحفظ الخارج، ثم توضأ وتطوف في الحال وتسعى بين الصفا والمروة وتقصر من رأسها. نعم. نعم. اكتب سؤالك يا أخي. يقول السائل: نعم، أنا وأخي أتينا معتمرين. نعم. هل ندفع زكاة الفطر هنا أم في بلدي؟ وعندي 5 من الأولاد، وفي أي دفع زكاة الفطر وكم هو؟ زكاة الفطر تدفعها ليلة العيد، سواء كنت هنا أو في أي مكان تدفعها ليلة العيد. إذا سمعت برؤية الهلال ليلة العيد تدفع الفطرة، من إعلان الرؤية إلى أن تخرج لصلاة العيد، كل هذا وقت للإخراج، وكل ما تأخرت أفضل إلى الخروج لصلاة العيد، تخرجها في البلد الذي أنت فيه، وفطرة أولادك تخرجها مع فطرتك، فطرة أولادك تخرجها مع فطرتك في البلد الذي أنت فيه ليلة العيد. ومقدارها صاع، بالصاع النبوي، صاع من البر، صاع من الشعير، صاع من التمر، صاع من الزبيب، صاع من الأقط، أو الطعام الذي يوكل في البلد، الرز، الدخن، كل الطعام الذي يوكل في البلد تخرج منه صاع، والصاع 3 كيلو تقريبا، إذا أخرجت 3 كيلو فقد أخرجت الصاع النبوي باحتياط. نعم، هو أقل من 3 كيلو، لكن الاحتياط أن تجعله 3 كيلو. نعم. أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: هل قراءة الفاتحة بالنية للمأمومين واجبة لإتمام الصلاة، أم أنها تسقط على المأمومين بقراءة الإمام؟ هل إيش؟ يعني هذا يسأل: هل قراءة الإمام قراءة للمأمومين بالنسبة للفاتحة، أم يجب على المأموم كذلك أن يأتي بفاتحة الكتاب؟ المأموم إذا تمكن من قراءة الفاتحة يقرأها، وإذا لم يتمكن فإنها تكفي قراءة الإمام ولله الحمد، لأن أبا بكر رضي الله عنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم في الركوع فركع معه وأتم صلاته، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم
بالإتيان بهذه الركعة التي لم يحضر فيها قراءة الفاتحة، دل على أن المأموم إذا لم يتمكن من قراءة الفاتحة أنها تكفيه قراءة الإمام. الحمد لله. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: اشتريت سيارة من بنك ربوي، فقالوا لي السيارة نقدا ب50 وبالتقسيط ب75، فهل يعتبر ذلك معاملة ربوية وماذا أفعل؟ السيارة إذا كانت عند البايع وقت البيع، سواء البنك أو غيره، إذا كانت السيارة في ملكه وباعها عليك بثمن مؤجل مقسط أكثر من الثمن الحال فلا بأس بذلك، لأنه لابد تأجيل، ما يقبلون التأجيل إلا بزيادة، فلا بأس أنك تشتري سلعة بثمن مؤجل أكثر من ثمنها حالا، لكن بشرط أن تكون السلعة في قبضة البايع وقت البيع. أما أنك تتعاقد معه وهو ما عنده شيء يروح يشريها بعد ذلك، هذا لا يجوز، والبيع غير صحيح. قال صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك. نعم. يقول السائل: ما حق الزوجة التي تطلب الطلاق من زوجها لأنه يريد الزواج بالثانية، مع العلم أنها طلبت الطلاق على الإسراء والتنازل حتى عن أطفالها في سن الحضانة، وإذا قال لها أطلقك بعد رمضان ونوى ذلك، هل يقع الطلاق مع العلم أنها ثالث طلقة، وهل يقع الطلاق وهي حائض؟ الطلاق حق للزوج، له أن يطلق، حق له، له أن يطلق متى شاء، ولكن لا ينبغي للزوج أن يستعمل الطلاق إلا عند الحاجة، عند الحاجة إذا احتاج إليه يطلق، إذا ما احتاج إليه فالله يكره الطلاق، أبغض الحلال إلى الله الطلاق. إذا كان ما هنا حاجة للطلاق فإمساكه لزوجته أحسن وأفضل له. وأما إذا قال سأطلقك بعد العيد أو بعد كذا، هذا لا يعد طلاقا، لأنه وعد بالطلاق وليس طلاقا، حتى يطلق ويتلفظ ويقول أنت طالق أو زوجتي طالق. أما إذا قال سأطلقها يوم كذا أو في تاريخ كذا، هذا لا يعد طلاقا، لأنه وعد بالطلاق فقط. وطلاق الحائض محل خلاف بين العلماء، والصحيح أنه يقع، الصحيح أنه يقع طلاق الحائض، لأن ابن عمر رضي الله عنهما طلق زوجته وهي حائض، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسترجعها ويمسكها، ولو كان الطلاق غير واقع لما قال له استرجعها، لأن الرجعة لا تكون إلا من طلاق واقع، هذا هو الصحيح. نعم. يقول السائل: أنا ملتزم ولكن أعمل في أحد البنوك الغير الإسلامية، ولكن بعيدا عن كتابة الربا، وأعمل في تحصيل الكاملات والشيكات. لا يا أخي، لا تشتغل في البنك مهما كان عملك، لأن هذا تعاون معه على الإثم والعدوان. الله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والذي يشتغل بالبنك متعاون معه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، لعن الكاتب ولعن الشاهدين، لأنهم تعاونوا مع آكل الربا وموكل الربا، دل على أن التعاون مع المرابي حرام، وأن من تعاون معه فإنه ملعون، مثل ما لعن آكل الربا. فعليك أنك تلتمس عملا لغير البنك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل:
ما حكم من نسي طواف الوداع في الحج وقد ذهب إلى المدينة ثم رجع أتى به، فهل عليه فدية؟ نعم، الفدية عليه، ورجوعه من المدينة ما لا قيمة له. إذا سافر ولم يطف طواف الوداع تقررت عليه الفدية ولو رجع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينفرن أحد حتى يطوف بالبيت، فلا يجوز السفر إلا بعد طواف الوداع. فإن سافر قبل أن يطوف فإنه تتقرر عليه الفدية، وهي ذبح شاة في مكة وزعها على فقراء الحرم، فإن لم يستطع فإنه يصوم 10 أيام. نعم. يقول السائل: هناك في بعض البلدان التي يصوم أهلها بعد المملكة العربية السعودية بيوم، فماذا يفعل من بدأ الصيام هناك وأكمل هنا يوم العيد؟ هل يفطر أم يصوم؟ حكم البلد الذي هو فيه، في بداية الشهر أو في نهايته، حكم البلد الذي هو فيه، فيصوم مع الناس ولا يفطر والناس صائمون، لا يخالف المسلمين. نعم. يقول السائل: قوله صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون والأضحى يوم تضحون، فالمسلم مع المسلمين لا يشذ عنهم. نعم. يقول السائل: ما حكم بيع الإيصالات؟ لا يجوز بيع الإيصالات، بمعنى يعني الأسناد، أسناد الديون، يبيعها، ما يجوز هذا، لأن هذا بيع دين، ولا يجوز بيع الدين إلا لمن هو في ذمته. ما إذا صار لك دين على شخص لا يجوز لك أنك تبيع هذا الدين على غيره، أما إذا بعت الدين على الذي هو في ذمته فلا بأس بذلك. نعم. وما حكم الصلاة خلف من يستغيث بأصحاب القبور؟ لا تجوز الصلاة خلف من يستغيث بأصحاب القبور أو يذبح للموتى أو ينذر للقبور، لأنه مشرك، لأن هذه عبادات، الدعاء والاستغاثة والذبح والنذر عبادات لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى، فمن صرفها لغير الله فقد أشرك الشرك الأكبر، ولا يصح منه صلاة ولا عبادة حتى يتوب إلى الله عز وجل ويدخل في الإسلام من جديد. نعم. من كان به سلس بول، سلس ريح، هل له أن يتوضأ قبل الأذان؟ الذي حدثه دائم، يعني دائم مستمر ما يتوقف، هذا لا يتوضأ إلا عندما يريد الصلاة، إذا أراد الصلاة يتوضأ ويصلي في الحال ولا يقدم الوضوء بوقت، يتوضأ في الحال ويصلي على حسب حاله، قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. يقول السائل: هل يجوز الحلف بكلام الله مع الإشارة إلى المصحف أو يقول: وهذا الكتاب؟ نعم، يجوز الحلف بكلام الله، لأن كلام الله صفة من صفاته، فإذا حلفت بكلام الله أو بعزة الله أو بحياة الله، إذا حلفت بصفة من صفات الله فقد حلفت بالله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإذا جازت الاستعاذة بكلام الله جاز الحلف بكلام الله، لأنه صفة من صفاته، وإذا حلفت به فقد حلفت بالموصوف وهو الله سبحانه وتعالى، فيجوز أن تقول: وكلام الله، أو القرآن، أو السورة الفلانية، أو الآية الفلانية، أو تقول: وعزة الله، أو وحياة الله، ووجه الله، يجوز الحلف بصفة من صفات الله عز وجل. نعم. يقول السائل: ما حكم رفع اليدين في صلاة الجنازة ورفع الصوت بالتكبير؟ رفع اليدين عند الدعاء ما يشرع أنك ترفع يديك عند الدعاء في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثالثة، تدعو بدون رفع يدين، لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما رفع اليدين مع التكبيرات فهذا سنة،
نعم. وهل السنة تسليمة أم تسليمتين؟ السنة الصحيح أنها تسليمة واحدة عن اليمين، هذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تسليمة عن اليمين واحدة. نعم. وما هي السنة في الذكر عند التكبيرة الرابعة؟ تكبيرة الرابعة ما بعدها ذكر، يسلم على طول، يسلم على طول، إذا كبر التكبيرة الرابعة يسلم مباشرة. نعم. يقول السائل: هل يجوز كراء الأرض ليزرع فيها المخدرات؟ لا يجوز تأجير الشيء لأجل عمل المعصية، لا يجوز تأجير الدار لتجعل معملا للخمر أو دارا للبغى أو دارا للهو واللعب، أو يؤجر الدار للبنك الذي يستعمل الربا، لا يجوز التأجير لمن يعمل المعصية في الشيء المؤجر، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. نعم. يقول السائل: نرجو توضيح موضوع النقاب للمرأة. وكذلك لا يجوز ما ورد السؤال عنه أن يؤجر الأرض من أجل أن يزرع فيها المخدرات، مخدرات حرام، أو يزرع فيها الدخان، أو يزرع فيها القات، هذه محرمات، فلا يؤجر أرضه لمن يزرع بها هذه الخبائث، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، والأجرة محرمة، الأجرة التي يأخذها في مقابل هذا العمل المحرم تكون حراما عليه. نعم. يقول السائل: نرجو توضيح موضوع النقاب للمرأة، ولماذا يكشف وجه المرأة عند الطواف؟ من قال أنه يكشف وجه المرأة عند الطواف؟ لا، هذا غلط، ما يكشف وجه المرأة، وجه المرأة يغطى عند الرجال، يغطى في الطواف وفي غيره، لكن بغير النقاب وبغير البرقع، وإنما تغطيه بالخمار أو بالثوب الذي عليها، تضفي طرفه على وجهها ولا تكشف وجهها في الطواف. والنقاب هذا حسب العادة، إن كان عادة البلد إنهم يلبسون النقاب تلبس النقاب، لكن ما هو النقاب المعروف الآن اللي يبدو منه كثير من الوجه؟ ما هو هذا هو النقاب، النقاب هو الذي ليس فيه إلا قدر العين، فتحة قدر العين فقط تبصر منها، أما النقاب الذي يخرج منه شيء من الوجه زائد عن العينين هذا ليس هو النقاب المعروف. نعم. يقول السائل: هل يجوز تكرار العمرة في خلال الأسبوع مرتين أو ثلاث؟ يجوز، لكن الأفضل أنك تبقى في المسجد الحرام، الصلاة فيه عن 100,000 صلاة، الصلاة الواحدة، والطواف والاعتكاف وقراءة القرآن وصلوات النوافل في المسجد الحرام أفضل من العمرة، تبقى في المسجد الحرام والحمد لله، أديت العمرة عند القدوم تكفي، تجعل بقية الوقت اعتكافا في المسجد الحرام. نعم. يقول السائل: بعدما أديت مناسك العمرة خرجت من المسجد تذكرت أثناء الوضوء فشربت. نعم، يعني شرب الماء ناسيا في نهار رمضان، إذا شرب ناسيا أو أكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه، لا يؤثر هذا عليه، قال صلى الله عليه وسلم: من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، الله تعالى يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم. يقول السائل: هل إذا توضأ الإنسان في نهار رمضان وخرج من أسنانه دم ولا يدري هل دخل إلى جوفه شيء منه أو لا، ماذا عليه؟ إذا لم يتعمد ابتلاع شيء فلا يؤثر، لو راح إلى حلقه بدون اختياره فإنه لا يؤثر على صيامه، إنما الكلام في التعمد إذا تعمد هذا. نعم. يقول السائل: هل يجوز إعطاء كفارة اليمين إلى الذين يسألون الناس عند أبواب المساجد، وبما تكون الكفارة؟ يجوز إعطاء السائل إعطاؤه الكفارة وغيرها، لكن كونك تتأكد من حاجة المحتاج أحوط لك وأحسن،
فلا تدفعها إلا لإنسان فقير ولا يسأل، هذا أحوط وأحسن، لأن الذي يسأل تنقضي حاجته يأخذ من هذا وهذا، لكن الكلام على الفقير الذي لا يسأل هذا أحق وأحوج. إذا كان من المتعففين عن السؤال، قال صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي يسأل الناس ترده اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي لا يسأل الناس وليس له غنى يغنيه، هذا هو الذي يجب أنه توضع فيه الصدقة، لأنه فقير متعفف، فتحرى في صدقتك وكفاراتك هذا الصنف من الناس الفقراء الذين لا يسألون الناس، ولو أعطيتها للسائل أجزأت. نعم، بناء على ظاهره، والبواطن لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول السائل: ما حكم صيام يوم الشك؟ حرام، صيام يوم الشك حرام، وهو اليوم 30 من شعبان، إذا لم يرى الهلال فإنه لا يجوز صيام يوم 30 على أنه من رمضان. قال عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه: الذي يصوم اليوم الذي قال رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول السائل: الذين يدخلون من باب الريان، هل المقصود صيام الفريضة أم صيام الفريضة والنفل؟ عام، قلنا أن هذا عام في الصيام كله، صيام الفريضة صيام النافلة. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الناس يتهيئون الآن لصلاة الاستسقاء، قبل الله من الجميع، والله جل وعلا نسأله أن يغيث المسلمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.